السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نشوف مع بعضنا الدرس بعنوان طريقة تصليح سمال إيزولي دو دوبل ناب على برنامج الروبوت ستركتيرال أناليسيس النسخة الاحترافية. أنا نستخدم نسخة 2014، يعني في السمان تاعنا هذه حنا راح نديرو لي زارماتير تاعنا تكون عندنا تكون عندنا يعني في راياج يكون سيبيريور وفي راياج انفيريور. اوكي، نجيو لهنايا conception des armatures des immobiliers qui est qui est أول حاجة نجيو هنايا اوتيل بريفيرونس دو لاطاش نورم دو كونسيبسيون ونشوفو الكود نتاعنا. حنا الكود نتاعنا هو بعد هذا اللي راح نخدمو عليه. نزيدو نروحو لهنايا الوحدات ديمونسيون، نخير الوحدات تاعنا. عندنا الفورس حنا نخليو كلشي كيما راه. اوكي، ونجيو هنايا نوفيل سومال كليكيو عليها، تفتح لنا النافذة هذه. نبداو ندخلو الأبعاد نتاعنا. حنا البعد تاعنا الطول والعرض نخليهم 2 متر. الأش أ اللي هو هذا نديروه، حنا نديروه مثلا 0.8، والأش دو هذا هو أش دو، هذا الأش دو نديروه 0.5. أوكي، نجي هنا نديرو فيكسي 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 فيكسي. واش معناها فيكسي هذه؟ معناها من بعد كي نديرو لي كالكي نتاعنا القيم هذه ماهيش راح تبدل. اوكي، دركا ندخلو العرض نتاع زامور سبوتو نتاعنا. هنايا نديرو 0.5 كذلك لهنا البي نتاعنا 0.5. هنايا نديرو فيكسي فيكسي كذلك باش متغيروش. هنا يعني الاو اكس والاو ايكراك هما البعد تاع المحاور فقط، يعني هذه ما تهمش ياسر. اوكي، نجيو لهنا الكروبيتون تاعنا، نجيو لهنا كروبيتون نكليكيو عليها. حنايا دوك الكروبيتون تاعنا عندنا تروا تيب، عندنا اما النوع هذا ولا الطريقه هذه ولا الطريقه هذه. حنايا نخدمو على الطريقه هذه، يعني الطريقه هذه عندنا البعد نتاع الكروبيتون تاعنا من السمال هو 0.1 والعمق تاعو 0.1. اوكي، نديرو لهنا 0.10 هنايا 0.10. اوكي، ونديرو ابليكي. ها لاحظوا بلي تكونت لنا السمال نتاعنا. اوكي، ونجيب لنا افون، ها هو بين لنا القيم نتاعنا. اوكي، دوكا نروحو المرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها نجيو لهنايا ندخلو الاحمال نتاعنا. حنا ندخلو لي شارج بيرمانون نتاعنا، فرض القيمه تاعهم تكون 10 كيلو نيوتن. نديرو اجوتي، نزيدو نديرو شارج ديكسبلوطاسيون نتاعنا كليكيو عليها، نديروها مثلا 12 كيلو نيوتن، نديرو اجوتي ونديرو فيرمي. اوكي، دركا نروحو المرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها نجيو هنايا هذه ديفينير سول، نكليكيو عليها تفتح لنا النافذه هذه. اوكي، دركا حنايا راح ندخلو بعض القيم في هذا النافذه فقط. حنا عندنا لهنا ميثود دو كالكيل، حنا نعتمدو الطريقه هذه دو لابوراتوار. اوكي، ونجيو لهنا ندخلو القيمة ان اف. واش معناها ان اف؟ ان اف معناها العمق نتاع الحفرة نتاعنا ولا لونكراج نتاعنا. اوكي، نجيو لهنايا باش نحسبوه. نجيو لهنا كيما شفنا حنايا لهنا عندنا، نجيب له هنا السمال تاعنا، عندنا الطبقة تاع الكربيتون تاعنا فيها 10 سنتيمتر، وعندنا الاش هذا الاش دو درنا 0.8 متر يعني 80 سنتيمتر، وعندنا لامور سبوتو هذه درنا فيها 50 سنتيمتر، يعني كي نجمعوهم عندنا 50 80 و50 يعني 130، ونزيدو لها 10 سنتيمتر تاع الكربيتون لقاوها متر و40، يعني كنعاودو نتأكدو 80 زائد 50 فيها 130، نزيدو لها 10 140. نجيب لهنا باش نحولوها المتر نديرو 1.5 متر، واحد فاصل أربعة متر، ونديرو أجوتي. هاو لاحظو بلي الأن إف هذا الخط نتاعنا توضع تحت السمال إكزاكت تحت الكروبيتون نتاعنا، بقى لو في نتاعنا هذا هاو خارج. أوكي، دوكا لهنا نبغاو نغيرو اللون نتاعنا، هذا نديرو أوكي، نديرو اجوتي او تبدل. كذلك نقدروا لهنا نديرو عندنا لهنا طبقات نتاع التربه نتاعنا، نقدروا نضيفوا طبقه. اوكي، هنا ما نحتاجوهاش، نديرو هكا، نديرو سيبريمي. اوكي، نديرو ابليكي فيرمي. اوكي، دركا الطريقه اللي بعدها نجيب لهنايا لهذه ديسبوزيسيون دو فيراياج، نكليكيو عليها
فتحنا النافذة هذه. اوكي، هنا عندنا مود دو فيراج، نخير المود الاول هذا. عندنا لهنا البرومي لي والدوزيام لي. اوكي، هنا عندنا لهنا ليسباسمون تاعنا، ليسباسمون يعني بين لي زاسي تاعنا، يعني على الاقل يكون 10 سنتيمتر وعلى الاكثر يكون 15 سنتيمتر. نكليكيو على السهم هذا باش يطبق حتى الدوزيام لي. اوكي، دركا لهنا الديامتر تاعنا نديروه بال 14، كذلك لهنا نديروه بال 14. اوكي، هذه افونسي. دركا هذه باش نديرو الفراياج تاعنايا نخليوها هكا باش من بعد نشوفوا المشكل اللي راح يظهر لنا. يعني هذه لازم ندخلوا فيها، لكن ما ندخلوش فيها الان باش يعني نتعلموا من الاخطاء نتاعنا. اوكي، نجيو لهنا لي زاتون نتاعنا نخليهم كيما هما. لهنا فورم تاعنا، عندنا لهنا بار برينسيبال نديروه لهنا، يعني الكروشي تاعنا يكون 90 درجه والكروشي اليمين يكون 90 درجه، يعني اليمين 90 درجه واليسار 90 درجه. لهنا عندنا هذه لا كازا كوشي، هذه كروشي سولمو سين سيسار. هذه بعد دير لنا مشكل، هذه نخليوها ما نحيوهاش باش من بعد نتعلموا من الخطا تاعنا. كذلك عندنا الكروبيتون كذلك، هذه من بعد نتعلموا منها. يعني هذه راه دينا اشكاليه صغيره. اوكي، نديرو لهنا. اوكي، نجيبو دركا لهنايا، عفوا نجيبو هنا في هذه، ندخلو البيتون تاعنا لهنا، نديرو مثلا بيتون 35. عندنا الكروبيتون تاعنا نديرو كذلك 35. اسي لونجيتيدينال نديرو بال 14 يعني 14. اسي ترانسفيرسال كذلك نديرو بال 14 او لهنا، ونديرو اوكي. هكا بقينا نديرو عمليه الحساب نتاعنا والكالكول نتاعنا. اوكي، نجيو لهنا نكليكيو عليها نديرو كالكولي. لاحظوا بلي ما ظهرتلناش النافذه نتاع الاخطاء، يعني العمل تاعنا صحيح 100% ان شاء الله. اوكي، دركا نجيو لهنا سمال ريزيلتا، عطاتنا القيم هذه، يعني هذه تهتم بالدراسه الجيوتقنيه. هنا عندنا سمال فراج، هذا العنصر اللي يهمنا. كليكيو لهنا ونسحبوها لهنايا، ونجيو هنايا ونشوفوا مع بعضنا. اوكي، دركا من هنايا نبداو نستخلصوا الاخطاء نتاعنا ونصلحوها بطريقه مباشره. اوكي، انا تعمدت نديروا هذه الاخطاء باش من بعد ما نعاودوهمش. اوكي، كما لاحظوا ظهرنا المشكل هذا، المشكل هذا نتاع لارماتيراج ولا الفراياج هذا اللي خرج من الكروبيتون وداخل في السمال. حنايا ما نحتاجوهش، يعني كيما نحتاجوهش نجيو هنايا هنايا. اوكي، نديكروشيو هذه اللي قلناها النهار الاول، نديرو اوكي، نعاودو نديرو الكالكيلي نتاعنا، نديرو كالكيلي. لاحظوا بلي تنحى الفراياج اللي كان لاصق في السمال و الكروبيتون تاعنا. اوكي، دوك حنايا السمال تاعنا اللي كان نذكرو في الدرس تاعنا قلنا نديروها دوبل ناب، يعني طبقه تكون في الاسفل وطبقه تكون في الاعلى، ولهنايا ما خرجتلناش. طريقه بسيطه جدا. اوكي، نرجعو لهنايا، نجيو لهنا السمال، نجيو لهنا افونسي. اوكي، دوك افونسي نديرو لهنا وي، نكليكيو هذه وي، ونخيرو الديامتر تاع لي رقم واحد نديرو بال 14 و الديامتر نتاع الدوزيام لي. اوكي، نجيو لهنا نديرو 14. اوكي، نديرو لهنايا. اوكي اوكي، نعاودو نديرو كالكولي. خرجتنا الطبقة نتاعنا، هاي لاحظو بلي كاينة الطبقة تاعنا ظهرت لنا، هاي هنا دوبل ناب. اوكي، دركا كذلك إذا كان نذكرو درنا الكروشي نتاعنا، يعني درنا الكروشي نتاعنا يكون ب 90 درجة. لهنايا ما خرجناش، باش نعاودو نظهروه نجيو هنايا فورم، هنا بار برانسيبال، ونديكونشيو هذه. كي نديكونشيوها نديرو اوكي فيراياج، نجيب لهنا كالكيلي. لاحظوا بلي ظهرنا السمال نتاعنا. اوكي، هاو لهنايا ظهرنا الكروشي نتاعنا، بصح كون نجيو نثبتو لهنا، هاو نجيو نثبتو لهنايا. لاحظوا بلي ماهوش نزل على الفراج السفلي مباشرة، باش نحطوه مباشرة يعني هاو كون نجيو لهنا نتولو مع بعضنا، هاو نشوفو لهنا بلي هذايا ماهوش طايح على هذايا. اوكي، باش نديروهم نرجعو هنايا
نجيب لهنا سمال، نجيب كذلك افونزي، ونجيب لهنا نكوشيو هذه، نكوشيوها، نديرو اوكي، نديرو اوكي، نديرو لي كالكين تاعنا، نديرو كالكيلي، نديرو كالكيلي. هاي خرجت لنا، هاو كيما لاحظوا لهنايا جا هذا الكروشي هذا طايح على الكروشي هذا، يعني شغل عندنا تناظر بالنسبه للمحور هذا. اوكي هاو نجيب لهنا نشوفوه، اوكي هاو هنايا نشوفوهم باللي متناظرين. اوكي هاو يعني نشوفو لهنا واضحه جدا. اوكي